اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، وحلقه جديده من برنامجكم تاملات انسانيه، ومعاكم من تاني في الموسم الثالث بعنوان بيت العيله. وفي الحقيقه الحلقه دي هتبقى حلقه مميزه جدا 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 لعده اسباب. اولها انها اخر حلقه في عام 2019، بنودعكم في عام 2019 وبنبدا سنه جديده معاكم ان شاء الله. ان شاء الله تكون سنه خير وبركه وسعاده على الجميع. واهم حاجه واهم حدث هيحصل في الحلقه النهارده هو استضافة الأستاذ الدكتور كمال باري، بروفيسور كمال باري. وهو صراحة شخصية قيمة جدا بمعنى الكلمة. هو خبير ألماني من أصل مصري في علاج الآلام والعمود الفقري والانزلاق الغضروفي. بنرحب بحضرتك يا دكتور معانا ومنورنا في الاستوديو. أهلا بحضرتك. وبرحب بزميلاتي الموجودين منورنا في الاستوديو، نور أسامة، وسام باري، نبيلة صبحي. وإن شاء الله نوعدكم بحلقة مميزة جدا جدا جدا. اسمح لنا دكتور ان احنا نبدا حديثنا معاك في موضوع اجتماعي شويه. يعني حضرتك طبعا يعني من الطيور المهاجره لدوله اوروبيه زي المانيا، وحضرتك يعني اكيد في جانب انساني واجتماعي كده لمست بعض الفرق بين هنا وهناك. انا حابب اعرف من سيادتك ايه اهم الايجابيات اللي حضرتك وجدتها في المجتمع الالماني واثرت على سيادتك كعالم وطبيب. المجتمع الألماني فيه جدية، فيه التزام. طالما حضرتك عارف حقوقك وواجباتك يبقى محسوب النجاح والتفوق. هناك كل مجهود له ثمنه. التزامك بالعمل والتزامك بالحياة هناك يوصلك لهدفك في الآخر. مش لازم تعمل مجهود فظيع عشان توصل لعلى حاجة. هو بدام عليك تعمل واجبك واللي عليك وتلتزم بقواعدهم والمواعيد ويكون الغرض إيجابي، هتوصل إن شاء الله لهدفك في جميع الأحوال. المجتمع بيتمتع بجدية كبيرة وتفوق طبعا في مجالات كبيرة، خصوصا المجال الطبي. وهناك تطورك من وظيفة ومن وضع لآخر محسوب بالتزامك وشغلك، ومع الوقت بتوصل لهدفك الحمد لله. ودي أهم حاجة هناك. والواحد لازم يقول إن دولة زي دي بتديك حقوقك وبتوصلك إن أنت في أعلى درجة علمية، وكمان نفس الوضع كمان الاجتماعي بتاعك والمادي بيكون كويس، وبتوصل لوضع كبير بحيث ان انت تقدر كمان تديه بعد كده لوطنك. وده الغرض في السنين الجايه اللي انا عايز اعملها ان شاء الله، ان انا التكنولوجيا الجديده من المانيا الى مصر، وتبقى في استطاعه كل فرد، وتبقى ما تبقاش اللي هي الحاجة المميزة للطبقات اللي هي تقدر عليها سواء ماديا أو اجتماعيا. وياريت الواحد يوفق في السنة الجديدة اللي هي 2020. حضرتك كنت بتقول ان هناك المجتمع جد قوي. حضرتك في حياتك كنت برضو بتتمتع بالجدية دي، ولا حضرتك كنت زينا كده اللي هو في سن الشباب بيبقى بتحب تلعب وتعمل كل حاجة وفي الدراسة دراسة وفي الجد جد؟ وكلمنا كمان يا دكتور عن انتقالك لألمانيا وبداية انتقالك والقرار. هو الوقت بتاعنا اللي هو الثمانينات كان توجه جميع الشباب والخريجين ان هو يغير من حياته، فكان جزء بسيط بيحاول يروح الدول العربية، والجزء الكبير بيحاول يحصل على درجة أعلى من العلم في الدول الأوروبية. فكان طبعا احنا درسنا بالإنجليزي، فكانت الأسهل نروح أمريكا أو نروح إنجلترا. وهناك ألمانيا كانت بالنسبة لنا صعب شوية، بس أنا رحت الأول إنجلترا واشتغلت فيها جزء، ووجود خالي في ألمانيا فأنا عملت زيارة واستطعت إن أنا يعترفوا بالبكالوريوس وبالدرجة العلمية الأخرى اللي هي دبلوم الأطفال. وبدأنا زي أي طبيب يبتدي في مستشفى بوظيفة النائب،
بعد كده بتوصل بتعمل امتحان تخصص. خريج كلية الطب جامعة الإسكندرية وحصلت على الإسكندرية. دبلوم في طب الأطفال في أول الثمانينات. في أول دبلوم الأطفال ده كان البداية. دبلوم الأطفال جاء كده لارتباطي بجوز خالتي صغيرة اللي هو البروفيسور حسنين، كان مدير مستشفى الشاطبي للأطفال أيامية على البحر، وكنت أنا مبهور منه. كان عنده عيادة في جنب الشغل زي كل طبيب في كامب جزار، وفي عيادة أخرى في محطة الرمل، وأنا حبيت أن أنا أفضل معاه، فيعني بدأت حكاية دبلوم الأطفال. لكن لما رحت ألمانيا كان المجال طبعا أكبر، وانبهرت بموضوع تشخيص والعلاج بالأشعة اللي هو النهاردة وصل لمستوى عالي جدا، إن ما بقاش منحصر بس إن إحنا بنقيم الصور، بنقيم بدأ يدخل في العلاج اللي هو المينيمال انفازيف ثيرابي، اللي هو احنا من غير ما نعمل جراحات كبيره، وحتى بنتفادى الجراحات الكبيره بان احنا بجراحات بسيطه باستخدام المنظار، باستخدام الاساطر، باستخدام الحقن، بنوصل لهدفنا، بنوصل للعلاج الامثل للعيان. ده بيوفر العيان قعدته في المستشفيات، بيوفر الجرح، بيوفر كمان التخدير، وفي الاخر خالص في أنظمة زي أنظمة التأمينات في الدول الأوروبية بيوفر للتأمينات اللي هي النهاردة ملتزمة إنها تدفع للعيان حتى بأي تأمين، لأن كل عيان في الدول الخارجية من له تأمين، والتأمين ده بيدفع جزء منه بسيط من العيان نفسه أو من العامل أو من الموظف أو الطبيب، وجزء أكبر من جهة الشغل. ومفيش اي فرد في اي دوله في الخارج ماشي من غير تامين صحي. ده التامين الصحي اللي بيضمن حقه في رعايه صحيه، وبيضمن حق الدوله ان هي ما تخسرش ماده في الموضوع ده. دي حاجه. معانا على التليفون الاستاذ الدكتور ياسر شعبان، وهو مدير اعمال البروفيسور الدكتور كمال باري. يعني اسمحوا لنا ان احنا بقى نعلن عن مبادره علاجك في بلدك، واللي بتبناها وبيرعاها الأستاذ الدكتور كمال باري. ومبادرة علاجك في بلدك هي مبنية على عدة مفاهيم. احنا بنتكلم ان احنا عايزين بعض الأطباء المصريين يتبنوا تجربة لنقل الخبرات الأجنبية، الخبرات الأوروبية، ونستضيف بعض الخبراء الأجانب هنا عندنا في مصر، بدل من سافر أمريكا أو أوروبا أو ألمانيا أو إنجلترا وندفع تكاليف كتير ونكلف الدولة مبالغ طائلة في العملة الصعبة وتأثر على الاحتياطي النقدي والكلام ده. لا، احنا هنفتح من خلال المبادرة دي أفاق للتعاون العلمي وعمل أبحاث علمية مشتركة ونقل وتوطين العلم والمعرفة في بلدنا وفي وطننا مصر. وبأكد ان الدكتور باري لما عرضنا عليه المبادرة لان الفكرة عنده من البداية وهو تبناها وفرح بيها جدا، يعني واكتر حد يعني صراحة يعني قابلها بترحيب، ولذلك هو كان معانا النهاردة ضيف عزيز علينا. ومعانا على التليفون دلوقتي الأستاذ الدكتور ياسر شعبان، مدير أعمال البروفيسور كمال باري. أهلا وسهلا بسيادتك دكتور ياسر. أهلا وسهلا بحضرتك، فرصة سعيدة أن أنا أنضم مع حضراتكم بالمداخلة، وأحب أرحب بأسرة البرنامج والسادة ضيوف والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا بك يا أستاذ ياسر. هو طبعا يسعدني ويشرفني ان انا الاقي اهتمام من قناتكم الموقره بالسعي قدما لتقديم كل الدعم اللازم للمواطن المصري على كل الافاده والمستويات. احنا سعداء بوجود سيادتك طبعا معانا في المبادره، وبدعمك وتشجيعك وبرعايه دكتور كمال باري للمبادره. ونحب يعني نعرف من حضرتك كده، تتخيل كده ممكن ايه اهم الاليات اللي نتحرك من خلالها في مبادره زي دي علاجك في بلدك؟ عايزين نجيب بعض الخبراء الاجانب في مصر هنا ونخليهم يعالجوا الحالات المصريه. وباكد على نقطه مهمه جدا ان دكتور كمال باري على اتم الاستعداد ان بعض الحالات الحرجه التي لا تنتظر ويكون عندهم عدم مقدرة أو ما عندهمش مقدرة مالية أو ملاءة مالية كافية، دكتور كمال باري أنا استأذنت منه طبعا، وهو أكد لي ترحيبه جدا بحاجة زي كده. أي جزء الخير يا جزء الخير إن شاء الله. إن شاء الله يعني إن شاء الله. بس عادي أي حد ممكن يعني أي مريض محتاج مساعدة طبعا متاح لي، مش بس الحالات الحرجة. هو ده العقلية اللي الواحد اتربى عليها في الخارج، وطبعا
نحب ان احنا نمشي بيها في بلدنا ان شاء الله. دكتور ياسر، تفتكر هنشتغل ازاي من خلال المبادره؟ هو بعد اذنكم بس في نقطتين بس اتفضل مع الباشا اوضحهم. اول نقطه ان انا شرفني طبعا ان انا مدير اعمال الدكتور بادي، لكن انا الله يكرمك اتشرف اكتر ان انا كنت تلميذه. انا طبيب سمعيات فتره اكتر من 20 سنه، لكن عجبني جدا تخصصه وانا حريص جدا ان انا اتعلمه منه. ده رقم واحد. رقم اثنين طبعا يعني اسم البرنامج تأملات إنسانية، هو بالفعل كذلك، يعني المجال الصحي والرعاية الطبية من أولويات كل إنسان على هذا الكوكب. وأشكركم جدا على اختيار الاسم ده، اسم رائع جدا يعني له مدلول ينعكس على حلقات اللي بنلاقي فيها كل جديد يتعلق بهذا الاسم تأملات إنسانية. وبلاقي يعني في الحلقة اللي فاتت أنا شفتها تخللها وقفت مع النفس، يعني تحرك بشكل إيجابي لكل إنسان يشاركنا في الحياة. بالنسبة للبروفيسور كمال، أنا يعني أعرفه من سنوات كتير وتقابلنا بشكل باستفاضة، تكلمنا في الأفكار دي من سنوات، وتلقت أفكارنا الصراحة في الغربة بأن احنا لازم نقدم خدمة طبية على مستوى عالي جدا داخل الوطن العربي وخاصة مصر بشكل جديد وأسلوب مختلف. صح يا دكتور ياسر، انا كمان احنا كنا اقترحنا قبل كده ان احنا ان شاء الله نبقى اكبر بلد سياحيه طبيه ان شاء الله في السياحه العلاجيه في الوطن العربي، زي ما مصر دايما كانت الرائده دايما تفضل الرائده. ولا انا عندي شركه سياحه علاجيه في تشيك بقالها اكتر من 7 سنين في براغ، مقرها براغ. انا بدات بالفعل في بعض الدول الخليجيه في السنوات الاخيره بعد تاسيس الشركه. عملت تنسيق كويس جدا مع مستشفيات كبيره في منطقه الخليج في علاج المرضى العرب في اوروبا وخاصه المانيا. فعموما انا لما تلقت الافكار بيني وبين البروفيسور كمال بان يجب علينا المضي قدما في تقديم واقع ملموس على ارض مصر. طب يا دكتور، من خلال استقطاب كوادر وكفاءات طبيه متميزه من المانيا لمصر. التخصصات هنبتدي الاول في التخصصات النادره. أيوة بالظبط، والجراحات الدقيقه بالظبط، والتخصصات اللي احنا مطروح ان هي تبقى موجوده في المبادره ايه هي؟ ايه انا هقول لحضرتك، احنا بالفعل بدانا داخل مصر في المرحله الحاليه، وتم التنسيق مع كبار الجراحين في المانيا بالحضور لمصر على فترات منتظمه، بس الموضوع ده محتاج وقت عشان نقدر ننسقه بشكل يعني في منتهى الدقه. طبعا في متطلبات الجراحين بيطلبوها من بره، مواصفات المستشفيات، يعني تولز كتير بتساعدنا كتير في الشغل يعني. على سبيل المثال ردا على سؤال حضرتك، جراحات المخ والاعصاب، جراحات العمود الفقري، جراحات المفاصل، جراحات القلب المفتوح. طبعا ما ننكرش ان عندنا كفاءات عاليه جدا في المجالات دي في مصر، بس التطور الطبي والتقنيه العاليه حابين ان هي تتنقل في مصر بشكل ايجابي. اوكي يا دكتور ياسر، احنا وصلت لنا الفكره والف شكر. احنا عندنا الجزء الجاي دلوقتي هو العمود الفقري ومشاكله وألامه، وهنكمل الكلام ان شاء الله مع بعض. النواة في بداية المبادرة في المبادرة ازاي احنا مع بعض انا وحضرتك ان شاء الله نوصل في مستوى عالي في العلاج والامراض العمود الفقري ان شاء الله. شاكرين فضلك. شكرا جزيلا دكتور ياسر، سعداء بمداخلة حضرتك. من ضمن بقى الأسئلة المهمة اللي بتطرح علينا يعني أو الناس كلها بتسألها لينا، الجراحة يعني إمتى يلجأ المريض إن هو إيه للجراحة، والوقاية بعد العملية كمان يعني بعد ما يعمل العملية الوقاية منها إيه؟ لأن الناس كتير بترجع لها للأسف الانزلاق الغضروفي تاني. يعني عايزين نقول في الأول إن أمراض وألام العمود الفقري النهاردة بتصيب طلت الإنسان أو الشعب الموجود على الأرض كلها، سواء بدرجة عالية أو درجة قليلة. العيان بيجي بيحتاج دكتور متخصص سواء عظام او اعصاب او جراحه مخ والاعصاب، وهو بيوجهه بعد كده. الحالات اللي بتحتاج جراحه هي الحالات اللي مش ممكن انا استنى عليها، اللي هي النهارده انا عندي انزلاق غضروفي، عندي اختناق في القناه العصبيه بدرجه سيفير، درجه عاليه جدا، بحيث انها بدات تدخل في مرحله الشلل، ضغط على الاعصاب وضغط على الكورت يعني مجموعة الأعصاب كلها، وأنا خايف عليه، بدأ يفقد التحكم في البول والبراز،
الالام فظيع جدا، وفي درجه من الالم اللي هي بتنظرني ان هذا العصب وهذه كميه الاعصاب دي اللي هتتفقد هتموت مع الوقت، ساعتها اقول الجراحه، لان العيان اللي بيدخل العمليه بيدخل بهذه الشكوى، ويا دوبك يتعمل له عمليه بيصحى يلاقي الشلل رجع، الالم الفظيع ده اختفى، وده دي ودي موجوده في جزء بسيط من عيان العمود الفقري، في ده اللي لازم يتعمل له عمليه. طب ايه الاسباب اصلا اللي بتخلي في عندنا العرضه للاصابه بالوجع او الالم في العمود الفقري؟ احنا عندنا في العمود الفقري كذا اسباب، منها الاول الانزلاق الغضروفي، وليس الغضروف كان مشاع في عند الناس، الغضروف ده موجود ما بين الفقرات، الغضروف ده موجود في المفاصل، لكن الانزلاق الغضروفي اللي هو ان الغضروف فقد حيويته وتحرك من مكانه، والحاجز اللي هو كان حاجزه سواء الحلقه بتاعت الغضروف بتاعته نفسه او الرباط اللي من وراه ساعده بينزلق وبيدخل في القناه العصبيه، دخل في القناه العصبيه بدا يضغط لي على العصب ولا تاني ولا تالت، او الكومبلكس نفسه الكيمياء كلها بتاعت الاعصاب. نفس الحكايه لو كان عندي ضيق في القناه العصبيه، واحنا للاسف في الشعب المصري او العربي يميل مع زياده الوزن يميل للخشونه وضيق القناه العصبيه، برضو بيعمل نفس التاثير بس بطريقه تانيه، بياخد كميه اكبر من الاعصاب وبيأثر على الاعصاب. الالم في هذه الحاله بيكون في التمدد بتاع العصب، يعني العضلات اللي هي بتاخد التغذيه من هذه الاعصاب، وفي حاله ضيق القناه العصبيه بيبقى عنده بتقل مشيته، يعني لدرجه ان احنا ساعات نسال العيان انت تقدر تمشي قد ايه وابتدي الالم، ففي ما بيحصلش حتى 50 متر بيبقى عنده. الحاجه الثالثه هي خشونه مفاصل العمود الفقري اللي هي بتؤدي الى برضو جزء زي الضيق بتاع القناة العصبية زي الضيق بتاع الأماكن اللي بتطلع منها الأعصاب. الألام بتاعة العمود الفقري ممكن تيجي برضو بعد عملية أخرى، بعد عملية الغضروف، يعني ما معناها انزلاق الغضروفي. برضو الحاجات التانية كمان الألام المفاصل بين الحوض والعمود الفقري برضو تعمل جنب. ممكن في أورام بتتمدد لغايه العمود الفقري وتاثر على الاعصاب. التهابات الاعصاب كلها مجموعه كبيره من الاسباب بتسبب الالام او امراض العمود الفقري. استاذ وسام، حضرتك اعتقد كنت عايزه تتكلمي عن موضوع تغيير الكارير او موضوع دبلومه الاطفال. لا، ما اتكلمنا فيها خلاص. احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن ماده الاسمنت الطبي اللي ظهرت مؤخرا في مصر بس ما خدتش انتشار جامد قوي. عايزين نتكلم عنها، ايه الماده دي واستخداماتها، وبنعرف ان في ناس كتير قوي كبار السن اللي هم عندهم هشاشه ممكن يقعدوا في السرير بالسنين لحد لما يعني يفارقوا الحياه من غير ما يتحركوا. ممكن نتكلم في هذه الجزئيه ونشرح يعني ايه اسمنت طبي واستخداماته وازاي نقدر ان الناس تستفيد منه ويخش على نطاق اوسع في مصر ونستفيد من هذا التقدم العلمي. عند حضرتك مع تقدم السن ومع فقدان حيوية العظام والعمود الفقري، مع زيادة الوزن، مع الغذاء الغير صحي، بنوصل ان احنا يبقى في جزء سواء فقرة او مفصل او العظم بيفقد الحيوية بتاعته، بيفقد الاساس بتاعه الماتريكس اللي هو التكوينات بتاعته، فبيبتدي يبقى عنده هشاشة، يعني يتفضى كأنه بيتفضى من جوه، بيبقى معرض لأي وقت إن يتكسر، وحسب مكان الكسر بيتأثر بين قد إيه. بالنسبة للكسر في عظمة الفخذ أو رأس عظمة الفخذ ده طبعا بيضطر بيقعد له فترة في السرير لغاية لما يلحم. الأصعب من كده هي كسور العمود الفقري. كسور العمود الفقري بتأثر، بتخلي العيان حتى في جسمه ينحني، بيقعد في بتوصله للكرسي المتحرك او بتوصله ان هو يقعد في السرير لغايه لما يموت. هذه الهشاشه وهذا الكسور ممكن كمان تتضاعف، ان هي كمان تضغط على القناه العصبيه وتعمل لي شلل. الكسور دي مش لازم الواحد يكون غلط وعمل حركه جامده او وقع او انصاب او اتحبط، ممكن تحصل ان هو بحركه بسيطه جدا من غير اراده انها تتكسر. فالنهارده كان زمان يقول لك طب يقعد في السرير لغايه ما يلحم، مش هيلحم،
لوحده او يدخل العمليات ويعملوا تثبيت. النهارده احنا بنقدر نوصل ان احنا بمساعده الاشعه المقطعيه بندخل لغايه الفقره وبنلحم هذا السمنت، يعني بنحقنه. السمنت ده ماده حيويه يعني بتتفاعل جوه وما عندهاش الا 5 دقائق تمسك نفسها، بتبقى زي بالظبط السمنت اللي يعني عرفوه. بتلحم بسرعه، بتتخلط محلول مع السمنت ابيض وبيتحقن، وما عنديش الا 5 دقائق عشان الحمه ويثبت. عمالين يكلموني في الكنترول عشان التايم، عايزين نختم حلقتنا بسؤال عايزه توجهه. انا كنت عايزه بس اقول لحضرتك، طبعا احنا السنه اللي فاتت خلاص خلصت بكل اللي احنا فيها، سواء مشاكل سواء في امراض او اي حاجه، بس احنا عايزين نقول ان السنه خلصت وسنه جديده هتبتدي. امنيه يا دكتور، امنيه تتمناها في 2020؟ امنيه والله ان الواحد بعد كده يقدر يوصل التكنولوجي دي والمعلومات دي لبلدنا اللي احنا بنحبوها، اللي احنا نحب نختمها، وان نوصل كلنا نوصل الحمد. واحنا كنا سعداء بوجود سعادتك معانا، وتورته بسيطه كده هديه من حضرتك بمناسبه المبادره. وكلمه اخيره تقوليها للدكتور باري قبل ما نختم مباشره؟ لا، انا كلمه اخيره اقولها لمصر، ان احنا نفسنا، عشان انا حاسه ان احنا مقصرين شويه في التقدم العلمي التكنولوجي، ان احنا لازم كل حاجه، كل المواد تكون عندنا، يبقى عندنا الاسمنت الطبي، يبقى عندنا العلاج بالمواد المشعه اللي كانت ظهرت في السبعينات مثلا، اللي هي بتستخدم هنا بقله من غير عمليات جراحيه. عايزين بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا ان شاء الله، والدكتور باري يحقق حلمه، وان شاء الله يبقى هنا علاجك في بلدك هو حلم كل حد، وان شاء الله بلدنا تبقى اكبر بلد علاجيه سياحيه، وربنا يكرمنا جميعا وبرنامجنا ينجح ويوفقنا جميعا. كنا سعداء بيكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم التأملات الانسانيه، والموسم الثالث بيت العيله.